السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في موقع عرب هاردوير، قسم منتدى الشهادات العلمية. إن شاء الله هنبدأ سوا النهاردة في شرح كورس السي سي إن إي سيسكو سيرتيفايد نتورك أسوشيت، واللي هو واخد الكود 640802 اللي هو المنهج الجديد إن شاء الله، مستعينين بقوله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا كما علمت آدم، وفهمنا كما فهمت سليمان، وآتنا الحكمة كما آتيتها لقمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وسبحانك تجعل الحزن إن شئت سهلا. حصريا على www.arabhardware.net، مقدمه لكم محمد اس ان، او اخوكم محمد. هنبدا ان شاء الله النهارده في اول الدروس الفعليه في سي سي ان اي. بس ما بين اي كورس لازم تكون بين يديه زي ما بيقولوا كده مقدمه، تحاول تعرف فيها انت ليه ابتديت في الكورس ده. طبعا انا بنصح الناس انها تبدا في تسمع لمقدمه الداينامكس للمدير العظيم لومارك، شرح فيها بجمال جدا ليه احنا ابتدينا في الاي تي، ازاي ايه هو مجال الاي تي دوت اصلا، وايه هي المقدمات اللي المفروض يكون الطالب عندها، وايه هي المعوقات اللي قدامه، وازاي يبدا يحلها. فهي مقدمه جميله جدا، انصحك ان انت لازم تسمعها، كمان زي ما لازم تسمع برضو المقدمه بتاعه سيسكو اللي هو قالها في مقدمه السي سي ان ايه. ليه احنا هنبدا، ايه الحاجات اللي المفروض تكون عندك قبل ما تبدا في دراسه سي سي ان ايه. احنا يمكن انا هتكلم بسرعه، مش هعيد الكلام طبعا، لكن هتكلم بس بسرعه عن بعض الحاجات. هو قال ان محتاجين الاي بلس. طبعا انت محتاج الاي بلس عشان تفهم البي سي بتاعك ازاي شغال، الدنيا ماشيه فيه ازاي. وان كنا احنا مش هنتعلق له، هنتعلق بيه قوي في سي سي ان ايه، ولكن ده يعني مفروض معلومات ليك انت. طبعا انا طبعا انت لو في كليه اتصالات او كليه هندسه قسم اتصالات او كمبيوتر ساينس، اعتقد انت الحاجات دي خدتها، او لو انت كنت درست اي بلس لوحدك، او يمكن احنا مش هنتعلق ليها قوي، لكن يعني مهم ليك ان انت تبدا تعرف الماشين دي شغال ازاي، او البي سي دوت شغال ازاي. تاني حاجه الانجليش. الانجليش هي اول مشكله اللي هي قابلت الناس اول ما دخلت اعدادي هندسه، ان هو فوجئ مره واحده ان الدنيا كلها اتقلبت انجليش، كل الكتب كل الحاجات الدراسه كلها انجليش. فابتدى اول اسبوعين ثلاثه يتوه شويه، مش يتوه يعني يتعب شويه وهو ماسك المرجع الانجليش وماسك جنبه القاموس وبيحاول يطلع كلمات والمفردات واحده واحده، مع الوقت ابتدى يتعود على الحكايه دي. فلو انت يعني لسه اول مره تتعود على الدراسه بالانجليش، فشد حيلك، العمليه مش صعبه خالص. زي ما لومارك بيقول، محدش نزل بيتكلم انجليزي ولا من يعني بيقول هلو جود باي مش عارف ايه جود مورنينج. طيب ليه احنا ما نشرحش المنهج باللغه العربيه؟ لانه ببساطه هم اصحاب، يعني هي هم اصحاب العلم دوت، وانت بتمتحن بالانجليش وانت بتشتغل. طول ما انت شغال في مجال الاي تي دوت محتاج الانجليش جدا، يعني انت ما ينفعش تروح تعمل انترفيو تقدر تتكلم عن السويتش والراوتر ان هو موجه او مش عارف مسير او مش عارف ايه الاسماء ديت، لان هتلاقي اللي بيمتحنك اصلا مش فاهم ايه اللي انت بتتكلم فيه، وهتحس ان انت منعزل يعني. ولو جيت تقرا بعد كده في كتاب سيسكو، لو انا شرحت المنهج لغه عربيه صرف يعني، لو جيت تقرا ورايا في كتاب سيسكو هتلاقي نفسك مش فاهم اي حاجه خالص. فما تقلقش، انا هشرح لك، يعني انا هشرح باللغه العربيه، ولكن المصطلحات كلها حافظ عليها زي ما هي، وان شاء الله هنحل وهنتعود ان احنا نحل اسئله، ولو في اي حاجه صعبه نحاول نحلها. فما تقلقش خالص خالص من موضوع الانجليش ده، لكن انت طبعا لازم تبذل مجهود، لازم تبذل مجهود. اخر حاجه اللي هي الان بلس. طبعا الان بلس مهمه جدا ليك، ان انت اللي هي نتورك اسينشال، ايه هي النتورك وايه التوبولوجيز اللي في النتورك، والفرق ما بين الباص وما بين الهاب والسويتش والراوترز والحاجات دي كلها. انا يمكن هحاول على قد ما اقدر ان انا الم الان بلس مع السي سي ان اي، يمكن حتى محاضره النهارده كلها ريفيجن على الان بلس. طبعا مش هقدر المها بسرعه في محاضره ولا محاضرتين، ولكن يعني هنحاول نعمل ميكسد ما بين الان بلس والسي سي ان اي.
في حين اللي هو لو واحد كان درس ان بلس او درسها في الكليه او درسها وات ايفر في اي كورس، ما يزهقش من يقول الكلام ده معاد وانا عارف الكلام ده كله، انت اخرك معانا محاضرتين ثلاثه وهتبدا يعني ايه تلاقي الدنيا كلها جديده خالص. ولو واحد مش خد الكورسات دي قبل كده واول مره يتجه للمجال دوت، يبقى يخلي باله جدا جدا، فالمحاضرات دي مهمه بالنسبه له، يحاول يركز فيها كويس. طيب ليا ملحوظتين قبل ما نبدأ إن شاء الله الشرح. أول حاجة، في أي كورس لو رحت أي سنترز بتلاقي دايما في أول يوم أو اتنين بيبقى في نسبة ويتنج عالية، والناس كتيرة أوي نفسها تاخد الكورس ومش عارف ايه، بعد يومين تلاتة دايما يطلع خمسة ستة سبعة ويمشوا، تمام. وحتى اللي بيكمل بتلاقيهم في أول أسبوعين كلهم بيذاكروا كويس، وبعد كده الناس تبدأ تمل شوية، فتلاقي ايه بعضهم ابتدى مذاكرته تقل، وابتدى ما بقاش يراجع ومش عارف ايه، ورجع تانية رجع تاني مش حاسس الكورس ده في دماغه. يعني احنا عايزين رجالة تكمل معانا المشوار كله، مشوار معانا لسه طويل. زي ما المدير العظيم لمارك كان بيقول ان سي سي ان اي كلها دلوقتي اصبحت انترودكشن للحاجات اللي بعد كده، اللي هي سي سي ان بي او سي سي اي بي، سواء انت هتكمل انت لسه قدامك يعني نقول سي سي ان بي بعديها سي سي اي اي، فيعني مشوار طويل قوي، فينفعش تتعب في السي سي ان اي. سي سي ان اي مش صعبه خالص، ولكن زيها زي اي ماده لازم تذاكرها اول باول. انا مش طالب منك غير انك تسمع المحاضره كويس جدا، وان شاء الله لما هنجيب اسئله انا هجيب اسئله واحلها، يعني في خلال لما الكورس يخلص كله ان شاء الله هيكون الباس فور شور كله محلول، ومش الباس فور شور بس لان انا مش ناوي احفظ الناس، لا ده احنا هنحل اسئله كتير قوي قوي قوي، تمام. فهتبقى الاسئله كتير قوي حليناها، والباس فور شور كله حليناه على اساس اخر حلقه ممكن بعديها بثلاث اربع ايام تخش على طول تبقى سيرتيفايد ان شاء الله، وتيجي تفرحنا في المنتدى وتقول انا سيرتيفايد والحمد لله وجبت سكور عالي وكده، تمام. فعايزين ناس تواصل. قبل ما ابدا الشرح اود ان اشكر بقى ناس كتير قوي، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. اشكر الاستاذ لومارك مدير هذا المنتدى، اشكره جدا، هو يعني هو اعتقد ان اي حد في المنتدى دوت هو ليه فضل عليه، تمام. وان هو سمح لي ان انا اتقابل معاكم. اشكر كمان الاستاذ احمد جوده صاحب الشرح الممتع بتاع الام سي اس اي، فيعني هي يمكن انا جات لي فكره الشرح لما سمعت شروحاته وعجبت بيها، واتمنيت ان انا اقدر اقدم حاجه كويسه زي كده في مجال السي سي ان اي، ف يعني اقدم لهم يعني شكري الخاص. وزي ما احنا قلنا احنا انت لازم قبل ما تبدا في الكورس دوت هتسمع مقدمه بتاعه الداينامكس، وهتسمع المقدمه الثانيه بتاعه سيسكو للمدير لومارك. طيب تعالوا بقى واحده واحده كده نبدا الكورس. بسم الله. اول حاجه عايزين نتعرف يعني ايه نتورك، ايه اصلا النتورك دي. النتورك ببساطة جدا انت عندك عايز تقدر تاكسس مجموعة من الريسورسز، يعني نقول مثلا ان انت السيرفر بتاعك اهوت، تمام. انت البي سي دوت عايز تقدر توصل للسيرفر تاخد منه بعض المعلومات، تمام، سواء السيرفر دوت او تقدر توصل للبي سي دوت تدي له بعض الحاجات، سواء البي سي ده او السيرفر ده كان قريب منك، تمام، زي ما هو شايف احنا شايفين ان هي الرسمة عبارة عن طابقين، تمام. الطابقين دول يعني في مبنى واحد، فلو كانت النتورك في مجال قريب قوي زي كده بيسموا العمليه ديت لان، بيسموها لان لوكال اريا نتورك. طيب لو كان احنا هنربط بقى هنستخدم راوتر، لو احنا هنربط نستخدم راوتر ونربطه بمناطق بعيده، تمام، يعني نقول مثلا ان دوت في ايجيبت هنا، ده في قطر مثلا، دوت في يو اس اي مثلا، تمام، يبقى احنا او مش شرط في دولة تانية، يعني مثلا في القاهرة وده في اسكندرية وده في اسوان وات ايفر، يبقى احنا بنتكلم في مسافات كبيرة، يبقى بنسمي الحكاية دي وان وايد اريا نتورك. طيب لحد ايه الفرق ما بين اللان والوان قوي، يعني لحد قد ايه بيساوي تبقى لان ولحد قد امتى تساوي وان، هتلاقيها اختلفوا فيها كتير، وان كان يعني
اتفق على ان هي لو كانت في حدود الكيلومتر تبقى لان، لو كانت في اكبر من كده تبقى وان، وبعضهم ابتدى يتكلم على حاجة اسمها مان، ما بين اللان والوان. طيب يبقى الهدف الرئيسي، احنا دخلنا مجال النتورك ليه؟ احنا دخلنا سي سي ان اي علشان نقدر نعمل نتورك. نقدر نعمل يعني ايه نتورك؟ نتورك مجموعه من البيسيز، مجموعه من مجموعه من الماشينز، مجموعه من الاجهزه، عايزين نربطهم مع بعض. الاجهزه دي في اماكن متباعده زي ما انت شايف كده، عندك ادي بي سي اهوت، وادي مثلا سيرفر انت عايز اكسس، دي هنا السيرفر دوت عليه ريسورس بتاعتك، عليه الداتابيز بتاعتك كلها، عليها حاجات الشركه بتاعتك كلها، عايز تقدر تاكسس السيرفر ده. عندك فروع تانية في بلاد تانية، او عندك فروع تانية في اماكن بعيد تانية تقدر توصل لها. طيب سؤال بقى، امال ايه الفرق ما بين السي سي ان اي والسي سي ان بي والام سي اس اي؟ لا في فرق. احنا هنا عايزين نقدر نوصل البي سي ده بالسيرفر ده، عايزين نوصل البي سي دوت بالبي سي اللي هناك خالص ده. تمام طيب؟ لحد هنا كده مهمتنا انتهت. طيب يجي بقى استاذ احمد جوده، طبعا هو افضل بقى مني بقى في الام سي اس اي، مش افضل مني ده، فيش مقارنه خالص. تمام طيب؟ هيجي يبدا يعلمك ازاي تنزل هنا ويندوز 2003 سيرفر، علشان انت عندك شبكه اللي هي الابليكيشن، الحاجات لليوزر، ويبدا يحط الحاجات اللي اليوزر بيستخدمها. يبقى احنا الهدف بتاعنا في الكورس دوت ان احنا نقدر نربط كل الاجهزه ديت مع بعض، تمام، على اساس نقدر نقدر نوصل ما بين الجهاز ده والجهاز ده والجهاز دوت والسيرفر ده، الجهاز دوت والجهاز دوت، تمام، ما بين اللوكال والريموت، سواء كانت لان صغيره او كانت وان كبيره. طيب النتورك توبولوجيز، احنا عندنا كذا توبولوجيز احب ان انا ادردش فيها معاكم قبل ما نبدا الكورس. ان زي ما نقول لك هي تبقى ريفيجن سريعه كده على ان بلس. عندنا حاجه اسمها باس توبولوجي وستار توبولوجي ورينج توبولوجي، تعالوا نتفرج عليهم سوا. ادي الباس توبولوجي. باس توبولوجي ببساطه جدا مجموعه من البي سي متوصله كلها على لاين واحد، سلك واحد زي ما انت شايف كده، وفي حاجه هنا مش عارف اسمها ترمينيتور، مش عارف ايه الحاجات العجيبه ديت، يمكن نعرفها كمان شويه. طب هي متوصله ازاي؟ ما تقلقش انا هوريك بالظبط هي متوصله ازاي، لكن نتفق كده ان هو زي سلك واحد كده متوصل بيه كل الاجهزه ديت. طيب الباس توبولوجي دوت في بعض المشاكل، تمام، هو يمكن ارخص توبولوجي ممكن تعمله، بس في مشاكل كتير قوي. ايه هي المشاكل بتاعته؟ تعالى كده نتفرج. تخيل دوت اول ما هيجي يبعت الداتا، يعني هو هيبعت باكت اهيت، تمام، الباكت ديت هتبدا توصل لكل الناس اللي متوصله عنده، متفق معايا كده؟ هتوصل للبي سي 2 و3 و4 و5. طيب يا عم ايه المشكلة؟ لا مفيش مشكلة خالص، تعال نشوفها مرة تانية. ده هيجي يبعت الباكت بتاعته كده، وهي رايحة لكل البي سي، وهي رايحة لكل البي سي، بي سي 5 حب يبعت باكت هو كمان. هيحصل هنا ايه؟ هيحصل هنا حاجة بيسموها كوليجن. ايه الكوليجن ده؟ هيحصل تصادم ما بين الباكت دي والباكت دي، والاتنين باكت هيروحوا. طيب ملهاش حل الحكاية ديت؟ لا، في حل اسمه سيزما سي دي، كارير سينس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. الحل دوت بيقلل نسبة الكوليجن، خلي بالك انا بقول بيقلل مش بيمنع، تمام، بيقلل نسبة الكوليجن جدا. طيب از ايه فكرته؟ وعايزين من اسمه كده كارير سينس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن نعرف ليه سموه الاسم دوت. كارير سينس اللاين ده بيسموه الكارير، اللي هو هيبعت الكارير الحامل اللي هيبعت عليه كل المعلومات. يعني ايه سنس؟ يعني بي سي واحد ده الاول بيسنس الكارير، بيقول شوف هل هو فري، هل محدش بيبعت فيه، تمام، خلاص يبعت. طب لو في حد بيبعت فيه ما يبعتش، يبقى دوت عمل سنس الكارير اللي فري زي ما انت شايف كده، هيبدا يبعت ايه الداتا بتاعته للناس كلها، وهتروح نسخ للناس كلها. طب هتقول لي هو ما كانش عايز يبعت للناس كلها، ده هو كان عايز يبعت لبي سي 3 بس. طيب خلاص، ما هو بي سي 2 هيلاقي ان مش هو الديستنيشن فهيرفض الباكت دي، ودي سي او بي سي 4 هيلاقي مش هو الديستنيشن فهيرفض الباكت دي، وهكذا بي سي 5. طيب بي سي 5 هيجي عايز يبعت، يجي يعمل سنس للكارير، يلاقي الكارير ايه؟ بيزي، في ناس بتبعت اهو، بي سي 1 شاغل الكارير فعلا فمش هيبعت.
يفضل يسنس كده لحد لما يلاقي الكارير دوت فري، تمام، يبدأ يبعت. امال ايه حكاية مالتيبل اكسس؟ مالتيبل اكسس لان في كذا بي سي زي ما انت شايف كده عامل اكسس على اللاين ده. ناقص ايه؟ كوليجن ديتكشن. تعالوا نتخيل كده ان بي سي واحد ابتدى يسنس الكارير في نفس الوقت اللي بي سي خمسة عمل سنس للكارير، الاتنين لقوا الكارير دوت ايه؟ فري، فالاتنين هيبدأوا يبعتوا الداتا بتاعتهم زي ما هو باين كده. هيحصل هنا ايه؟ كوليجن للمرة التانية. زي ما انا كنت بقول لك ان سيزما سي دي مش بتمنع الكوليجن، هي بتقلل نسبة حصول الكوليجن. طيب ايه الحل؟ الحل بعد كده ان هم ابتدوا يقولوا ان اول ما يحصل كوليجن هتحصل حاجة اسمها جامينج سيجنال. جامينج سيجنال دي سيجنال هتتبعت ليهم كلهم تقول لهم ان دلوقتي حصل، دلوقتي حصل كوليجن، محدش يبعت داتا خالص لحد لما الكوليجن دي ايه تنتهي. يبقى هي بتبعت ان الكوليجن دلوقتي موجود، ذا كوليجن از اكيورد، الكوليجن حدثت بالفعل. طيب بي سي واحد لما يعرف ان حصل كوليجن معنى كده ان الداتا بتاعته ما وصلتش، صح؟ طيب اول ما يخلص الكوليجن يبعت تاني. طب ما هو لو بعت تاني هو بي سي خمسة هيحصل كوليجن تاني. طيب يعني ايه الحل؟ الحل ان بي سي واحد بعد ما الكوليجن، بعد ما يجيله جامينج سيجنال دوت، هيستنى راندوم تايم نقول كي، تمام، ويضربه في زمن، وبعد الزمن دوت يبدأ يبعت تاني، ودوت هياخد ثابت تاني ويبدأ يبعت، يضربه في الزمن وبعد كده يبدأ يبعت تاني، تمام. طبعا الزمن دوت صغير قوي قوي، يعني احنا بنتكلم في الملي سكند ومايكرو سكند وكده، مش بنتكلم في سكند خالص، تمام. طيب هو هيبعت تاني علشان نضمن ان هما الاتنين ميرجعوش يبعتوا في نفس الوقت. طيب انا كده عرفت يعني ايه باست بولجي، تمام. باست بولجي ببساطة جدا مجموعة من البي سيز متوصلة على لاين واحد بس، اي واحد بيبعت الداتا بتوصل للناس كلها، تمام. بس حكاية ان كلهم متوصلين في نفس اللاين ديت ممكن تسبب لي ان ايه؟ يحصل كوليجن. فقلنا عشان بيحصل كوليجن دوت الحل بتاعها حاجة اسمها سيزما سي دي. ايه سيزما سي دي دوت؟ كارير سنس، بيسنس الكارير اللي عندي مالتيبل اكسس، اللي انا عندي كذا بي سي بأكسس، تمام. كوليجن ديتكشن، كوليجن ديتكشن يعني بيكتشف الكوليجن. اول ما بيحصل كوليجن بتطلع حاجة اسمها جامينج سيجنال. جامينج سيجنال دي تقول لهم كلهم ان حصل كوليجن. الناس اللي كانت بعتت الداتا اللي هي بي سي واحد وبي سي خمسة هيستنوا، كل واحد يستنى براندوم تايم، وهيبقى كل واحد راندوم تايم بتاعه غير التاني، وبعد كده هيبدأوا يبعتوا مرة تانية الداتا. طيب لو واحد قبل ما ده يختار راندوم تايم ده كان سنس الكارير ولا افري، يبعت يبعت مفيش اي مشكلة. طب ناقص بقى ايه الحاجة العجيبة او الزرقاء اللي انت حاططها لي على جنب يمين وشمال ده؟ دي حاجة اسمها ترمينيتور. ايه حكاية الترمينيتور ده؟ تخيل كده ده ابتدى يبعت الداتا. لو هنا ما كانش فيه الترمينيتور كانت الداتا توصل هنا وهتنعكس، فهتيجي ترجع هنا تاني، هتوصل هنا وتنعكس تاني. يعني اول ما بي سي واحد يبدا يبعت الداتا اللينك هتفضل بيزي على طول. فالناس بتاعت الفيلد قالوا ان لو المقاومه ديت بيقولوا زد بيساوي زد نوت، يمكن هي مش علينا معادله زي كده، تمام، تقدر تمتص الداتا ديت. فبيجيبوا الترمينيتور دوت، بياخد ليه مقاومه نفس مقاومه الكارير ده، تمام، على اساس ان اول ما تيجي الداتا تيجي هنا ده يمتص الترمينيتور، يمتص الباكت، تمام. فاول ما يخلص بعت الداتا يفضل الكارير يرجع فري مره تانيه. طيب انا كده عرفت الترمينيتور. الباندوس اللي ممكن اشتغل عليه هنا كام؟ الباندوس للاسف 10 ميجا. طب 10 ميجا ده حلو ولا وحش؟ 10 ميجا بت بير سكند. طب تعالوا نشوف توبولوجي تاني، ساعتها انت لا تحكم، هتقول لي هو الباست توبولوجي دوت ال 10 دي كانت كويسه ولا لا. بس ناقص لي حاجه صغيره قوي، انت ضحكت عليا وقلت لي ان انا وصلت الكمبيوترات دي كلها ببعض كده. انا لحد دلوقتي مش عارف هي اتوصلت ازاي، يعني هو انا عشان مش في لاب عندكم يعني مش هتقدر توريني هي اتوصلت ازاي؟ اقول لك لا اصبر عليا كده، انا حبيت ان انا اجيب لك رسومات بالظبط النتورك دي هتتوصل ازاي. هي انواع الكيبل اللي عندنا، اول حاجه الكوكسال كيبل، الكيبل اللي هي هتبقى انا اقصد بالكيبل الكيبل ديت،
تمام. الكيبل اللي هتربط ديت كلها هتبقى كواكسل كيبل. ان ممكن اول حاجه ان احنا نستخدمها كواكسل كيبل، تمام. ادي شكل كواكسل كيبل زي كابل التلفزيون اللي عندك بالظبط، كابل التلفزيون اللي عندك لو انت فكيته تمام هتلاقيه شغال كده، عباره عن كونكتور كوندكتور موصل، وبعد كده بيبقى فيه عازل، وبعد كده بيبقى فيه تشيلد اللي هو ملفوف عليه دوت، وبعد كده بيبقى فيه عازل تاني بره. طيب المسافه اللي ممكن يربطها لو احنا شغالين كواكسل كيبل قد ايه؟ الكواكسل ده فيه منه نوعين، في منه سين كواكسل كيبل، سين كواكسل كيبل، وسيك كواكسل كيبل. السيك كواكسل كيبل يقدر يمشي لحد 500 متر، ما احنا كل دوت بنتكلم فين؟ في لين. لو سين كواكسل كيبل ده يقدر يمشي لحد 185 متر، تمام. طيب ازاي بقى هتتوصل مع بعض؟ ادي كابل نتورك، بس هو كابل قديم بقى، كابل نتورك بس بيسبورت الكواكسل. تيجي هنا حاجه اسمها تي كونكتور، تي كونكتور بتخش هنا في الكابل دوت، تمام، وتبدا تتوصل بكابل كواكسل من الناحيه دي، ومن الناحيه دي كابل كواكسل تاني، وتفضل توصل لحد اخر واحده تبقى تي كونكتور ديت، هيبقى فيها من ناحيه كابل الكواكسل ومن الناحيه التانيه فيه موجود ايه الترمينيتور. يبقى هي هتتوصل كده، ادي البي سيز الرسم اللي انا كنت راسمها من شويه، ادي تي كونكتور متوصل بيه كواكسل كيبل، وكواكسل كيبل وكواكسل كيبل هيوصل لحد البي سي هنا، تمام. وادي تي كونكتور متوصل بيها كواكسل كيبل، متوصل كواكسل كيبل هنا، وهنا هيبقى متوصل ايه ترمينيتور ما تنساش، تمام. وادي برضو تي كونكتور متوصل بكواكسل هنا، وكواكسل هنا متوصل هنا بالترمينيتور. دوت كان كواكسل كيبل. نرجع بسرعة نقول الكواكسل كيبل دوت في منه نوعين، في منه سيك وسيك، سن وثيك. السن بيمشي قد ايه؟ 185 متر. السيك بيقعد قد ايه؟ بيقعد 500 متر. تاني حاجة الانشيلدد تويستد بير، ودوت الكابل بقى اللي كلكم عارفينه، اللي عندكم كلكم في البيت ومش عارف ايه، قاعد تقولي كواكسل فين بس الناس بتوصل بكواكسل دوت؟ لا، هي بتبقى كابل زي كده، كابل يو تي بي انشيلدد تويستد بير، تمام. الانشيلدد تويستد بير دوت بيبقى عبارة عن اربع ازواج زي كده، زوج بلو زوج جوز اربع ازواج، طرفين شيلدد انشيلدد تويستد بير. تويستد بير يعني سلك مجدول، يعني طرفينه يتلفوا حوالين بعض زي ما انت شايف في الرسمه دي بالظبط كده، تمام. يعني بلو في الوايت بتاعه، والاورنج في الوايت بتاعه، والجرين في الوايت بتاعه، والبراون في الوايت بتاعه، مجدولين مع بعضيهم، تمام. ليه حكايه بقى مجدول ديت؟ دي قصه تانية، عشان يخلي البرفورمانس بتاعته الاداء بتاعه افضل، تمام. وده عازل، ده انت متوصلوش بحاجه خالص، ها. طيب هتعملهم ازاي؟ هتقشر الحاجات ديت، تمام، او تخلي تشيل العازل اللي بره على كل سلك دوت، وتوصلهم عن طريق الار جي اللي انت تستخدمه، تمام، بكلامبي تول، وهتدخلهم في الديفايس بتاعك. طبعا انت لو تستخدم يو تي بي هنستخدم حاجه اسمها هاب، هنشوفها كمان شويه. يبقى الكابلات اللي عندنا هتبقى لا اما كواكسل لا اما يو تي بي. كواكسل فيه نوعين منه، تمام. الكواكسل هيبقى فيه نوعين منه، سين كواكسل كيبل 185 متر ده اقصى طول عنده، والسيك كواكسل كيبل اقصى طول ليه 500 متر. اليو تي بي دوت اقصى طول هيقدر يعمل كونكشن لحد 100 متر، تمام. هو بيبقى عباره عن اربع اطراف، تمام. الاربع اطراف ديت بيتوصلوا مع بعضيهم لحد لما توصل ليه، الاربع اطراف اربع ازواج، كل زوج مجدول مع بعض، تمام، وبيتوصلهم عن طريق ار جي. طيب هو اسمه ايه الكابل بتاع اليو تي بي دوت؟ اليو تي بي دوت كذا كاتيجوري، كذا كاتيجوري يعني زي فاميلي كده، كاتيجوري، تمام. كاتيجوري 1 و2 و3. كاتيجوري 1 ديت اللي هي بتستخدم للتليفون 2 ميجا 2 بير. في كاتيجوري 2 3 4 اليو تي بي اللي احنا بنستخدمه في النتورك ده كاتيجوري 5، تمام. ده 4 بير، واللي هو المفروض يقدر يشيل 100
100 ميجا بت بير سكند، في منه انشيلدد تويستد بير وفي منه تشيلدد تويستد وفي منه تشيلدد تويستد بير. ازاي هوصلها؟ طب انا شفت التاني دوت ان انا هوصلها بتي كونكتور ومش عارف ايه. طب لو انا عايز استخدم يو تي بي، وده اليو تي بي طبعا ارخص بكتير قوي من الكواكسل، وهو ده اللي احنا مستخدمينه كلنا في النتورك اللي عندنا في البيت. ازاي هستخدمه؟ هتوصل الثمان اطراف دول، هو الثمان اطراف دول اربعه منهم بس اللي بيستخدموا، تمام؟ هتوصلهم ب الار جي بطريقه هنوريها لك كمان شويه، تمام؟ وبعد كده بتدخله في حاجه اسمها هاب. طب هدخلها ازاي بالهاب؟ وايه الفرق بقى ما بين الهاب ومش عارف ايه؟ اصبر عليا شويه، احنا اتفقنا ان انت ما تستعجلنيش في حاجه غير لما اخلصها، تمام؟ ممكن نتفق سويا كاني مش عارف يعني ايه، يعني ايه هاب دوت مش عارف. لكن اليو تي بي ده هندخلها في الار جي بالشكل دوت، الشكل اللي انت مدخلها عندك في البيت، وهنوصلها بالهاب. طب هنحط اني واحد في الاول واني واحد في الاخر؟ طب هنوصلهم ازاي مع بعضيهم؟ طب ده احنا سمعنا في انواع الكيبل. لا معلش استنى عليا شويه، برضه الدنيا كلها ما تتاخدش في مره واحده. طيب انا عايز اوصل ما بين بي سي رقم واحد، بي سي واحد وبي سي تلاتة مثلا، عشان انا خطي مش حلو في الكمبيوتر بقى. ادي بي سي اتنين. طيب بي سي واحد وبي سي اتنين المسافة ديت كانت 200، بلاش 200 متر، وانا عايز استخدم سينك واكسل كيبل. يعني هو قانون، ما انا ممكن اوصلها سين يعني 185 من 200 ما فرقتش، بلاش 200 نخليها 300 مثلا، 185 من 300 ما فرقتش كتير. لا ما هو انت لو زودت عن الطول دوت انا ما اضمنلكش البرفورمانس، يعني هي قالوا الاداء بتاعها بيفضل كويس لحد الطول ده، بعد كده ممكن الاداء بتاعها يبقى اسوأ، تمام؟ طيب مفيش حاجة ممكن نقدر نطول السلك ده شوية كمان؟ في قاعدة بيسموها 5-4-3 رول، 5-4-3 رول، دي قاعدة بعملية بحتة، تمام؟ ممكن اللي هي ملهاش اثبات، ان انت تقدر تقول ان انت عندك اربعة ريبيتر زي كده، تمام؟ بيتوصل الاربعه ريبيتر دول خمسه، يعني خمسه سيجمنت، يعني ادي عندك سيجمنت، كل سيجمنت ممكن توصل فيه بي سي 2 3 لحد نقول 10 بي سي، وادي سيجمنت تاني اهوت، تمام؟ ادي كده خمسه سيجمنت. خمسه سيجمنت دي محتاج فيهم كام ريبيتر؟ طبعا محتاج اربعه ريبيتر زي ما انت شايف في الشكل بتاعك. الريبيتر دوت بيقدر يقوي الاشاره، او هي مش بيقويها، هو بيعمل ليها صراحة ريجينريشن، يعني هي الريبيتر دوت لو دخلت له بيت عاملة زي كده، هو شايف ان دي واحد فيقدر يطلعها واحد مظبوط، فهو عمل ريجينريشن، هو معدلش في البيت ديت، تمام؟ هو عملها مرة تانية، عمل جينريشن ليها مرة تانية. طيب نقول ان احنا عندنا 5 سيجمنت، كل سيجمنت نقول فيه مثلا 10 بي سي، هنقدر نحط كام ريبيتر؟ 4 ريبيتر، بشرط ان 3 بس منهم اللي يكونوا مستخدمين، تمام؟ طبعا مش هيبقوا الاثنين اللي جنب بعض، تمام؟ هيبقى واحدة الأولانية والواحدة الأخيرة والواحدة اللي في النص، والسيجمنت دي ودي هيفضلوا فاضيين. طب ايه القانون اللي بيقول كده؟ لا دي هي مش قانون، دي هي عملية بحتة جدا، تمام؟ القاعدة اللي بيسموها 5-4-3 رول. طيب بما اننا بقى اتكلمنا في الريبيتر ده، تعالوا نشوف ايه حكاية الريبيتر وايه حكاية الهب اللي كنا بنقول عليه من شوية. نسيب بقى ديت، هو انا بشرح عموما في الكورس دوت، هنشرح من السلايز بتاعت سيسكو، ويمكن انا رافعها للناس فور فري، لكن انا كنت دايما بشرح حاجات كده على السبوره او كده، فانا معيش سبوره معاكم، فقلت اعمل لكم برزنتيشن على قد كده باوربوينت، فدوت الحاجات اللي هيبقى الشرح الخارجي اللي على
البرزنتيشن بتاعتنا بتاع سيسكو، وان كان طبعا هي اول جزء دوت مش موجود، لان دي يعني بقول لك دي كلها مقدمه في الان بلس، تمام؟ فعشان كده يمكن كلها كانت من البرزنتيشن بتاعتي. يمكن انا ادرس الكورس اكتر مره، اول مره اعمل برزنتيشن مخصوص علشان المنتدى. طيب تعال نشوف ايه حكايه الهاب ده. ادي الهاب اللي انا كنت بقول لك عليه. ادي الهاب اللي كنت بقول لك عليه، تمام؟ عندك 4 بي سي متوصلين بالهاب. الهاب ده من جوه عباره عن الباس توبولوجي اللي احنا كنا بنقول عليه، يعني هو من جوه عباره عن لاين هنا وفي هنا ترمينيتور وهنا ترمينيتور، تمام؟ وموظف وموصل لهم كلهم على لاين واحد. لما تيجي تبعت الداتا من واحد عايز تكلم بي، ما بيقدرش يبعت لبي بس، لازم يبعت لبي وسي ودي كمان. طيب سي ودي يعملوا ايه؟ سي ودي يبص على الديستنيشن ادرس، الادرس بتاع المستلم الداتا، فيقدر يرفض الداتا ديت. بي يلاقي ان هو الديستنيشن الصحيح هو فعلا عنوان المرسل اليه، تمام؟ فيستقبل الداتا ديت. طيب وقلنا ان ممكن يحصل كوليجن، سيبك بقى من الكلام اللي مكتوب ده، احنا لسه ما عرفناش يعني ايه برودكاست دومين وكوليجن دومين. ممكن يحصل وهنا يحصل كوليجن ونقللها بحكايه سيزما سي دي، ابتدى يمثلها لك ب حاجه كده جرافيك جميل، ان هو بيقول لك كان في عربيتين هنا اهوت، وكان المفروض ان هما ياخدوا ستوب، مش عشان مش هو عشان لقى الطريق ده فاضي يبعتوا هما الاثنين في وقت واحد، فلما بعتوا هما الاثنين في وقت واحد حصل هنا ايه؟ كوليجن، زي ما انت شايف كده حصلت حادثه كبيره، وقال لك ان المفروض السيزما سي دي از يوزد. طيب مش بس الهاب دوت، الهاب عباره عن باس توبولوجي، ده هو كمان بيعمل نفس وظيفه الريبيتر، تمام؟ بيسموه مالتي بورت ريبيتر، يعني الريبيتر كان فيه طرفين زي ما انت شايف كده، لا الهاب ممكن يكون فيه اكتر من طرف، تمام؟ فهو بيمسك الداتا اللي بتجيله بيعمل لها ريجنريشن كمان، وبيشتغل من جوه كانه انترنالي باس. هنا بقى اليو تي بي اللي احنا كنا شايفينه هيتوصل، يبقى انت كنت موصل الار جي، قصدي 45 اللي احنا كنا جايبينه حاطين اليو تي بي في الار جي زي ما احنا شفنا في الشكل، وهنوصله بالهاب. ادي 1 2 3 4، لو احنا وصلنا كل جهاز باليو تي بي حطيناه في الار جي 45 وصلناهم بالهاب، يبقى احنا كده عملنا انترنالي باس، عملنا باس توبولوجي، تمام؟ طيب ايه هي الترتيب بقى لسه ناقص؟ طب احط انهي لون في الاول؟ لا دي هتستنى عليا فيها شويه، لكن انا عرفت الباس توبولوجي ازاي اعملها باليو تي بي، عن طريق ان انا هجيب كل يو تي بي هدخلهم في الار جي والار جي هدخلهم في الهاب، يبقى انا كده خلاص عملت باس توبولوجي. عرفت ان الهاب دوت مالتي بورت ريبيتر، وعرفت ان احنا محتاجين نستخدم فيه سيزما سي دي. طيب في جهاز تاني كده احدث من الهاب بشويه بيسموه السويتش، عشان نشوف لون تاني غير اللون دوت، اللون الاحمر بتاعنا. ايه حكايه السويتش دوت؟ السويتش دوت كان مور انتليجنت، اذكى شويه من الهاب، تمام؟ ان شاء الله احنا في الدرس الجاي هنتكلم عن السيفل لاير اللي هو السي اي موديل في السيفل لاير، هنعرف ان السويتش دوت بيوصل للاير 2 بيقدر يفهم الديستنيشن، بيقدر يفهم حاجه اسمها ماك ادر ديستنيشن. فلما بي سي واحد عايز يكلم بي سي 2 هيبعت الداتا اللي هنا بس، مش هيبعتها هنا ولا هنا، تمام؟ لان هو فهم الداتا رايحه فين ويقدر يبعتها، غير الهاب. الهاب ما كانش بيقدر يقرا ديستنيشن خالص، فكان بيبعت للناس كلها، تمام؟ يبقى دوت مور انتليجنت. الحكايه ديت تخلي ما يبقاش فيه كوليجن، تمام؟ ليه يحصل كوليجن؟ ما هو لو دوت عايز يكلم ده الداتا هتتبعت كده بس، مش هتوصل للناس كلها. يبقى ممكن بي سي 3 يكلم بي سي 4 في نفس الوقت اللي بي سي 1 بيكلم فيها بي سي 2، تمام؟ طيب افرض هما الاثنين عايزين يكلموا بي سي 3، يعني افرض كده ان بي سي 1 عايز يكلم بي سي 2 مثلا، وبي سي 3 عايز يكلم بي سي 2، وهما الاثنين راحوا يبعتوا في نفس الوقت، هيحصل كوليجن برضو؟ هقول لك لا.
السويتش كان انا مصممين ان هو مور انتليجنت ديفايس، ديفايس اذكى شويه من الهاب. ناقص على المغرب 5 دقايق. هو اذكى شويه من الهاب، فكان عنده بافر وميموري. لو لقى الاتنين في نفس الوقت زي ما انت شايف كده، كان عنده جراج بيقول له انت اركن شويه ويعدي اول واحد وبعد كده يبدا يعدي التاني، يبقى مش هيحصل كوليجن خالص في السويتش. احنا متفقين ان هو بيقرا ديستنيشن ادرس، فبيوصل ل لير فبيوصل الداتا للديستنيشن بس، ما بيبعتش الداتا للناس كلها، تمام، وما بيحصلش فيه كوليجن. نرجع للشاشة بتاعتنا مرة تانية، السلايدز بتاعتنا. هنبدأ بقى ال ستار توبولوجي بعد الصلاة بقى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية. نكمل التوبولوجي اللي احنا كنا كملناه، ابتدينا فيه، ابتدينا بال بس توبولوجي وشرحناها الحمد لله، وان شاء الله هنكمل دلوقتي من اول الستار توبولوجي. الستار توبولوجي زي ما انت زي ما احنا شايفين كده مجموعه من البيسيز متوصله بالسويتش، وكنا قلنا ايه الفرق ما بين الهاب والسويتش. قلنا ان السويتش دوت مور انتليجنت عن الهاب، عنده ميموري وبروسيسور، فلو اتنين بعتوا في نفس الوقت هيخزن واحد في الميموري وهيعدي التاني. شفنا ساعه لما قعدنا نقول عندنا جراج عربيات وكده. وبعد كده قلنا كمان ان هو مور انتليجنت لان هو بيقرا الديستنيشن ادريس. يعني لو احنا قلنا ان احنا هنا عندنا بي سي رقم واحد عايز يبعت لبي سي رقم تلاتة، يا بي سي رقم واحد هيبعت لبي سي رقم تلاتة بس. لكن لو كان اللي موجود في النص دوت هاب، كان بي سي واحد هيبعت ليهم كلهم، بي سي تلاتة هيقبل الداتا بتاعته، أما الباقي فهيرفض. يعني كان هيجي لبي سي اتنين هنا داتا وبي سي اتنين هيرفضها عشان مش هو الديستنيشن ادرس. ده كان فرق تاني ما بين السويتش والهاب، إن السويتش بيقرا الماك ادرس أو بيقرا الادرس بتاع الديستنيشن والهاب ما بيقراهوش، تمام. فكان الهاب بيبعت للناس كلها، ده كان بيسبب ان بيحصل كوليجن. قلنا السويتش ما فيهوش كوليجن خالص، وده راجع ان هو بيقرا الديستنيشن، وحتى لو اتنين بعتوا نفس الديستنيشن عنده بفر وعنده بروسيسور بيخزن واحد منهم في البفر اللي عنده او الميموري اللي عنده. الباندوس المستخدمة الباندوس اللي بتبقى موجودة في السبورت توبولوجي عادة بتبقى 100 ميجا بت بير سكند على اساس ان السويتش فاست ايثرنت. طبعا زي ما هو واضح ان الستار توبولوجي افضل بكتير من الباس توبولوجي. احنا قلنا الباس توبولوجي ديت تقريبا يعني ان انت تربط مجموعه من على الهاب ديت، يعني ما يعملهاش بقى مهندس نتورك الا لو كان هيربط اتنين بي سي جنب بعض، لكن مش معقول هيعمل الشبكه كلها بباس توبولوجي. الحاجه اللي بعد كده الرينج توبولوجي. ركز معايا بقى في الرينج توبولوجي ديت. الرينج توبولوجي المفروض ان هي مجموعه من البي سي متوصله زي بعض كده كانها في رينج. تخيل معايا ان بي سي رقم واحد عايز يبعت لبي سي رقم اربعه. الحكايه دي هتتم ازاي؟ لازم يكريت الاول حاجه اسمها التوكن. التوكن دوت ببساطه جدا هيكريته، اول واحد هيجي يبعت في الداتا، اول واحد هيجي يبعت داتا في النتورك هيحط فيه الاول يتاكد ان هو فري، طبعا عشان هو اللي كريته هيبقى فري، تمام. هيحط فيه الداتا بتاعته، يبقى الترانسميتد هيعمل هيبقى ليه ثلاث وظايف. اول حاجه ان هو هيبص على التوكن ده، يلود الداتا على التوكن، تمام. بعد ما يلود الداتا على التوكن يلود الادرس. يعني ايه يلود الادرس؟ يعني يحط الادرس بتاع الترانسميتر اللي هو بي سي واحد، ويحط الادرس بتاع الريسيفر اللي هو بي سي 4. بعد كده هيريليز التوكن يسيبه، هتوصل التوكن ده هيفضل يمشي كده لحد لما هيوصل لبي سي 2. بي سي 2 ده unwanted بي سي، يعني مش هو البي سي المطلوب. هيعمل ايه بي سي 2؟ اول حاجه هياخد التوكن يماتش الادرس. هيعمل ايه؟ يماتش الادرس، يلاقي ان الادرس دوت مش هو الادرس المطلوب، فيعمل
ريبيت للسيجنال يقوي السيجنال مره تانية، وبعد كده يريليز التوكن. هيوصل لبي سي 3، هيماتش الادرس، هيلاقي مش هو المطلوب، وبعد كده هيبعتها، هيريليز التوكن مره تانية بعد ما يعمل لها ريبيتيشن لحد لما توصل لبي سي 4. بي سي 4 هو الوانتد بي سي. الوانتد بي سي ده بيعمل خمس حاجات. اول حاجه بيماتش الادرس، هيلاقي نفسه هو الادرس المطلوب، هياخد كوبي من الداتا، مش هياخد الداتا، هياخد كوبي من الداتا. هيعمل ريبيت للسيجنال، هيمارك التوكن، هيعمل على التوكن مارك ان انا استلمت الداتا ديت، وبعد كده هيريليز التوكن لحد لما يرجع للترانسميتد مره تانيه، يلاقي المارك بتاع الديستنيشن، يتاكد ان الديستنيشن استلم الداتا، يقدر يشيل الداتا من التوكن ويسيبه مره تانيه لحد تاني. طيب ممكن يحصل كوليجن في الرينج توبولوجي؟ لا طبعا، لان هو توكن واحد بس. التوكن دوت بي سي 2 لو حب يبعت داتا هيبص على التوكن يلاقيه بيزي، مش هيقدر يحط الداتا على التوكن غير لما يلاقي التوكن ده فري. بالطريقه دي يبقى احنا ضمننا ان مش هيحصل ابدا كوليجن. طيب الباندوس بتاعت الرينج توبولوجي دي كام؟ بتبقى تقريبا الباندوس بتاعتها 45 ميجا بت بير سكند. طيب واحد بقى هنا بيقول لي بعد اذنك يا باشمهندس محمد، بس انا معترض معاك في حاجه انت ما خدتش بالك منها خالص. اقول له ايه بس اللي حصل بس معاك؟ هيقول لي انت كده فارض ان بي سي 2 على طول اب، لو بي سي 1 لازم يكلم بي سي 4 ان بي سي 2 لازم يكون اب. طب افرض بي سي 2 داون، تمام؟ يعني معنى كده ان النتورك وقفت؟ لا طبعا، مش معنى كده ان النتورك وقفت. حتى لو بي سي 2 داون وبي سي 6 داون، لو الاثنين دول داون معنى كده بتقول لي ان النتورك وقفت. يعني معنى انت عايز تقنعني ان لازم الرينج توبولوجي، لو احنا عندي 100 جهاز، 100 ديفايس، 100 بي سي، 100 ماشين، ال 100 دول لازم يكونوا كلهم اب؟ استحاله. اقول لك لا، ما هو اللي انت شايفه ده اللوجيكال، اللوجيكال فيز، اللوجيكال، الشكل اللوجيكال بتاع الرينج توبولوجي. امال ايه الفيزيكال توبولوجي؟ يبقى ده اللوجيكال توبولوجي. امال ايه الفيزيكال بتاع الرينج توبولوجي؟ الفيزيكال بتبقى حاجه زي كده، بتحط هنا جهاز اسمه ماو، ادي بي سي 1 اللي عايز يبعت الداتا، وادي بي سي 4. احنا اتفقنا ان بي سي 1 اول حاجه هيلود الداتا ويلود الادرس، وبعد كده هيريليز التوكن هيبعتها لبي سي 2. بي سي 2 هيبعتها لبي سي 2. بي سي 2 هيماتش الادرس، هيلاقي نفسه مش اللي هو الوانتد ادرس. هيعمل ايه؟ هيعمل ريبيت للسيجنال، وبعد كده يبعتها مره تانيه للماو. الماو هيبعتها لبي سي 3. بي سي 3 برضو هيماتش الادرس، هيلاقي نفسه مش هو المطلوب، في هيريبيت مره تانيه ويبعتها لبي سي 4، وبي سي 4 يماتش يلاقي نفسه هو المطلوب فياخد كوبي، ياخد كوبي من الداتا، وبعد كده بيمارك التوكن، بيمارك التوكن اللي هو استلم، وبعد كده بيريبيت السيجنال مره تانيه، وبعد كده بيريليز التوكن. جه بعت لي بي سي 5 لا داون، خلاص مش مشكله، هيبعت على طول لبي سي 6، وهتحصل نفس الحكايه ديت، وهيبعت لحد لما ترجع لبي سي 1. يبقى لو كان بي سي 2 داون كان الماو ما بعتلوش الداتا، وكان بعتها لبي سي 3 على طول. اظن كده يبقى انا حليت المشكلة اللي كانت عندك. معلش انا خطي في الكمبيوتر وحش شوية، تمام. يبقى احنا كده اتعرفنا. طبعا الماو والرينج توبولوجي احنا مش هنتعامل معاه تقريبا في الكورس بتاعنا خالص، احنا بنتعامل على طول بالسويتشات والهاب. طيب هو ايه استخدامه الرينج توبولوجي؟ الرينج توبولوجي ده مكلف جدا، وان كان بيستخدم هتقولي طب ليه مكلف وان كان الباندوس بتاعه قليل؟ مكلف علشان التوكن اللي انت شايفه دوت سريع جدا جدا جدا، فهو بيستخدم في عمليات الريسيرش اكتر. يعني لو انا عندي مجموعه من اللايبرز، مجموعه من المكتبات، عايزين نوصلهم مع بعضهم، تمام. ايه الداتا اللي احنا هننقلها؟ الداتا اسم كتاب،
ونعرف الكتاب دوت موجود فين. فانا مش محتاج باندوتس عالي، لكن محتاج ان الداتا دي توصل بسرعه ويجي لي الرد بسرعه، ده يقدر يعني يحقق لنا الرينج توبولوجي. فيبقى الرينج توبولوجي افضل ولا الستار توبولوجي افضل؟ لا هي مش هتبقى كده، هيبقى على حسب انت هتنقل داتا اكتر او محتاج السرعه اكتر. فكل واحد ليه ميزه كل واحد بيبقى ليه ميزه، وعلى حسب الشغل بتاعك المتطلبات بتاعتك انت اللي بتحددها. لكن احنا تقريبا في الكورس مش هنتعلق بالرينج توبولوجي، وان كنت انا حبيت يعني كمراجعه على الان بلس ان انا ارجع لك على التوبولوجيز اللي موجوده معايا كلها. دلوقتي بما اننا خلصنا التوبولوجي اللي موجوده، عايز ابدا معاكم حاجه جديده. انا اتفقت معاك ان انت هتجيب الكابل اليو تي بي اللي زي كده. الكابل اليو تي بي اللي زي كده وهتحاول، معلش ثانية واحدة، هتجيب الكابل اليو تي بي. هتلاقي الكابل من جوه هيبقى فيه التمن الوان ديت، واظن ان انا وريتك الكابل كويس. هتيجي تمسكه وتحطه في الار جي 45. طب ازاي توصله بالار جي 45؟ هتوصله على حاجه من اتنين، هتوصل الالوان ديت على حاجه من اتنين. احنا عندنا مقسمين الاجهزه كلها، يا اما ميدي يا اما ميديكس. ايه الميدي ده؟ الميدي دوت اللي هو زي الراوتر وزي السويتش. الميدي ده زي الراوتر وزي السويتش. انا اسف، انا اسف جدا. الميدي زي النتورك انترفيس كارد وزي الراوتر. اي جهاز نتورك انترفيس كارد اللي هو كارت النتورك بتاعك او الراوتر بيسموه ميدي ديفايس. الهاب والسويتش بيسموهم ميديكس ديفايس. عشان كده لو انت بصيت على السويتش الموجود عندك هتلاقي مكتوب على البورت بتاعته على الانترفيسز بتاعته 1x 2x 3x، بيقول لك ان انا نوعي ميديكس. طيب ايه اللي انا استفدته من الحكايه ديت؟ استفدت ان انا ببساطه جدا عندي 8 الوان، صح؟ زي ايه كده؟ زي اللي احنا شفناهم دول. الكابل بيتكمل من 8 حاجات. الميدي بيستخدم 1 و2 للترانسميت و3 و6 للريسيف. واحد واتنين للترانسميت وتلاتة وستة للرسيف. طب واربعة وخمسة وسبعة وتمانية دي ايه؟ لسه unused for future use، عشان لو انت ان شاء الله اخترعت لنا حاجة فسايبين لك اهو اربع اطراف فاضيين تبقى تقدر تستخدمهم، تمام. طيب الميديكس، الميدي ده زي مين؟ زي الراوتر وزي النتورك انترفيس كارد. طيب الميديكس، الميديكس دوت هيبقى 1 و2 تاني. لو احنا قلنا ان ده الميدي هيبقى 1 و2 عشان ده راوتر فور ترانسميت و3 و6 فور ريسيف. طب لو انا عندي سويتش زي كده او هاب، تمام، هيبقى 1 و2 فور ريسيف و3 و6 فور ترانسميت. جميل جدا. يبقى ايه الفرق بين الميديا والميديكس؟ بس ترتيب هو هيبعت على اني على اني طرف او على اني اطراف وهيستقبل على اني اطراف. 1 و2 في الميدي ديفايس فور ترانسميت و3 و6 فور ريسيف، 1 و2 للميديكس ديفايس فور ريسيف و3 و6 فور ترانسميت. طيب انا هعرفهم على اساس ايه؟ انت بتثبت بس الالوان عندك في الترانسميت، وبناء على كده بتقدر ترتبها في الريسيف. فلو احنا قلنا
انا عندي رقم واحد هنا ثبته سي براون، تمام، وبعد كده جرين، وبعد كده بلو، وبعد كده اورنج. لما يكون انا هوصل كابل من ميدي اللي هو زي الراوتر لميديكس، هوصل الطرف واحد بواحد، صح؟ لان واحد هنا ترانسميت، واحد هنا ريسيف. طب واتنين؟ هوصلها باتنين، لان اتنين هنا ترانسميت، اتنين هنا ريسيف. تلاتة انا عندي ريسيف، وتلاتة في الميديكس ترانسميت، وستة بستة. يبقى كل طرف هوصله بالطرف التاني. يبقى كابل اليو تي بي عندي فصلت الالوان عندي، قلت مثلا سي ان واحد دوت البراون بتاعي، خلاص يبقى الناحية التانية من الكابل واحد دوت البراون برضو. المفروض ان انا لو عايز اوصل ميدي بميديكس، انا هوصل كل طرف بالطرف المقابل، تمام. احنا هنبدأ من اول الشمال، هتمسك البن، الجزء بتاع البن دوت اللي هو الجاك بتاع البن، هتحط بتاع الار جي، هتحطه وراك، تمام. وتبدأ تعد من الشمال، هتقول رقم واحد، رقم واحد عندي براون، يبقى الرقم الواحد هيبقى بني، يبقى رقم واحد الناحية التانية يبقى ايه؟ بني. رقم اتنين، رقم تلاتة هنا اخضر، يبقى رقم تلاتة هنا اخضر. رقم خمسة هنا ازرق، يبقى رقم خمسة هنا ازرق. رقم سبعة هنا اورنج، يبقى رقم سبعة هنا اورنج. والوايت بتاعه لو انت وصلتها كده، يبقى انت بتعمل كابل اسمه ستريت ثرو كيبل. ستريت ثرو زي يعني ايه ستريت ثرو؟ ستريت ثرو دوت بيوصل ما بين ميدي وميديكس، بيوصل كل بين بالبين المقابل ليها، يعني يوصل واحد بواحد، واتنين باتنين، وتلاته بتلاته، وسته بسته. طيب افرض انا عندي الاتنين ميديكس زي كده، الاتنين هاب، هنا هاب او سويتش، وهنا هاب او سويتش. واحد هيبقى للريسيف، واتنين كمان للريسيف، امال ايه ترانسميت؟ تلاته وسته. طب ما هنا برضو واحد للريسيف واتنين للريسيف، امال ايه ترانسميت؟ تلاتة وستة. يبقى المرة دي تلاتة هيتوصل بواحد، وستة باتنين، وبعد كده واحد بتلاتة، واحد بستة. الكابل اللي من النوع دوت نوعه بيسموه كروس اوفر كيبل. كروس اوفر كيبل ازاي كروس اوفر ده هتعمله؟ انت برضو هتمسك الالوان تفردها قدامك، تمام. لو انا قلت ان انا هبدأ، ان انا هبدأ من اول الاورنج دوت رقم واحد، تمام، يبقى لازم اخليه الناحية التانية رقم ايه؟ تلاتة. خليت دوت رقم اتنين، لازم اخليه هنا رقم ايه؟ رقم ستة. كده يبقى انا بعمل كابل اسمه كروس اوفر كيبل. طيب سامحني، يعني هي العملية عشان تعرف تجيب كلام بتول وتقدر تشيل العازل ايزوليتور من على السلك وتقدر تحطه في البن، مش هقدر ابينها لك ابدا اكتر من كده من خلال السلايدز. طيب انا اعمل ايه؟ يعني مش معقولة انت اصلا عمرك في حياتك ما هتعمل الكلام دوت، المفروض الفني اللي معاك او العامل اللي معاك اللي يعمله، بس مش معقول هو بيعرف يعمل حاجه انت ما بتقدرش تعملها. طيب ايه الحل؟ تمام، انا صراحه لسه ما استوعبتش الحكايه ديت. هقول لك على الطف حل كنت قريته في منتدى منتديات، مش متذكره، يمكن في المنتدى الجميل دوت برضو. واحد قال لك ايه؟ هتروح تجيب كابل، تمام، بجنيه، تمام، وتروح على بتاع الكمبيوتر تقول له معلش اقطعه لي نصين، اعمل لي واحد هتجيب متر من الكابل، هتقول لي اقطعه لي نصين، واحد خليه لي كروس والتاني خليه لي ستريت. ما فهمش ستريت قول له ستاندرد، قول له بير تو بير، تمام، زي ما يفهمه. قول له الكابل عادي، واحد كروس، واحد كروس، واحد عادي، تمام. هو هيبدا يجيب الكلام بتول بتاعته، او هو هيسميها لك الاراجه بتاعته، وهيبدا يجيب الكيبل ويبدا يقشر الكيبل دوت كويس، ويبدا يدخل البن. خليه هو يعمل اول واحده، اقول له بعد اذنك انا نفسي اعرف ايه اللي انت بتعمله دوت، تمام، وخليه يعمل هو الاولانيه، وتقول له لا 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 خليني انا اعمل الثانيه واتفرج عليا، تمام. لو عملت غلط ولا حاجه ورهاني وانت بتهزر معاه وكده. طيب
عملت انت الكابل بيد، انت استاذ اهوت بتعرف تعمل الكابلات، الكابل الستريت والكابل الكروس، اديله الاتنين جنيه بتوعه او الجنيه بتاعه وبقول له خد السلك دوت ارميه، انا ما كنتش عايز حاجه. تمام؟ او بلاش عشان ما يتخانقش معاك ويقول لك انت حصل لك حاجه ولا بتاع، يبقى خد السلك معاك وابقى ارميه او خليه عندك في البيت للذكرى، لان يعني انت عرفت تعمل كابل ستريت وكابل كروس. طيب تعالوا بقى كده، نقول انا لو عندي جهاز ميدي وجهاز تاني ميدي، هوصل ما بينهم ازاي؟ بكروس. يعني راوتر مع راوتر هوصل ما بينهم ازاي؟ بكابل نوعه كروس. كروس يعني ايه؟ يعني واحد متوصل بتلاتة واتنين متوصل بستة. خلاص بقى، ما انا ده انا رحت وعملتهم بايديا. تمام؟ طيب وانت عندك وبرضو هنا تلاتة بواحد وستة باتنين. طيب ميدي مع ميديكس، يعني موصل كارت النتورك بتاعي بالسويتش، يبقى هستخدم الثريد. الثريد دوت يبقى هوصل واحد بواحد واتنين باتنين وتلاتة بتلاتة وستة بستة. طيب عندي الاتنين واحد سويتش، سويتش عايز اوصله بهب، يبقى هيبقى نوعه كروس اوفر كيبل. طب سويتش بسويتش برضو كروس اوفر كيبل. طيب خلاص بقى، ما تبصش على الرسمة، اسمع معايا. سويتش مع كارت النتورك استريت، مظبوط. طيب سويتش مع الراوتر، لا كروس ايه استريت برضو، ما هو السويتش دوت ميديكس والراوتر ميدي. ركز معايا شوية، الله يرضى عنك، خلاص هنخلص اهو. تمام؟ يبقى انت كده قدرت تعرف انواع الكيبل اللي انت تقدر توصل بيها النتورك بتاعتك. تمام؟ طيب ازاي اوصل نتورك؟ يمكن معانا بقى المرة الجاية. انا كده انهيت تقريبا الدرس الاولاني معايا. تمام؟ ما تستعجلش معايا، هتقول ان احنا خدنا النهاردة حاجات بسيطة جدا. تمام؟ ويمكن لو واحد بقى دارس ان بلس، او واحد خد النتورك اسينشال دوت في الكورس بتاعه في الكلية بتاعته، هيقول لك ده ما بيقولش حاجة جديدة، وسي سي ان ايه اللي بيتكلموا عليها. اللي عارف المعلومات ديت يصبر معايا محاضرتين ثلاثة بالكتير قوي، والمعلومات اللي عنده كلها تخلص، ونبدأ معاه معلومة جديدة خالص. اللي ما يعرفش المعلومات ديت يذاكرها كويس جدا، المرة الجاية هنراجع عليها بسرعة. تمام؟ قبل ما نبدأ ناخد تطبيق عليها. تمام؟ ازاي ان احنا مثلا ابسط نتورك في الدنيا، ان انت يبقى عندك واحد صاحبك جاي لك بلابتوب بتاعه عايز يوصله بالجهاز بتاعك دايركت، يعني بير تو بير من غير اجهزة ولا حاجة. تمام؟ هنوصلها ازاي؟ تمام؟ تفتكر نوع الكابل اللي ما بيننا هيبقى ايه؟ هيبقى السريت. طب ازاي طيب السريت يا راجل؟ انت قلنا هو كارت نتورك وانت كارت نتورك، يعني انت نتورك انترفيس كارد وهو نتورك انترفيس كارد، يبقى هنجيب كابل كروس ما بينهم، وبعد كده هنعرف مش عايزين نسبق الاحداث، وان شاء الله هنوري ده هيبقى لاب بسيط جدا جدا، ما تخافش من العملي خالص، احنا هنعمل عملي اكثر مما تتخيل. تمام؟ يعني كل جزء في الكورس بتاعنا هحاول اعمل لك عليه تطبيق، اصغر حاجه واكبر حاجه. يعني سيبك من اللابات اللي في الكتاب دي، احنا هنعمل اكتر من اللابات اللي في الكتاب بكتير قوي. تمام؟ ولا حتى اللابات الموجوده في مونيتور عامل 12 لاب، ده احنا هنعمل لابات كتير جدا. طيب والعملي كله هيبقى فيديو. طبعا انت محتاج تتدرب كويس على برنامج داينامس، وده شرحه المدير، مدير الشهادات العلميه الاستاذ لمارك، شرح جميل جدا. هتلاقيه في سيسكو، في منتدى سيسكو، المنتدى العام بتاع سيسكو. تمام؟ هتلاقي حصريا ان هو شرح المنتدى دوت. احنا ممكن نجيبه كده. شارح الجزء بتاع سيسكو. ممكن تروح تتفرج عليها. تمام؟ اهي.
شهادات سيسكو. هتلاقي كاتب حصريا على عرب هاردوير شرح بالعربي لبرنامج داينامبس. لازم تتعلم ازاي تستخدم داينامبس دوت، لاني انا هستخدمه في ان انا اربط راوترات مع بعض، وطبعا مش هشرحه لان الاستاذ لومارك شرحه، فمش هتبقى يعني عملية تكراره. طبعا هو شرحه باسلوب جميل جدا. محتاج ان انت تراجع الجزء اللي احنا قلناه دوت، تسمعه مرة واتنين تمام، وتذاكر كويس. محتاج ان انت تتابع معانا واحد مرة ومرة، ما تخليش الحاجات تتراكم عليك. وان شاء الله انا مشتاق اكتر منكم ان انا اكمل الكورس تمام. مستني ردكم ان يكون دوت اعجبكم، او ايه احوال الحلقة ديت النهاردة. واتمنى ان يكون الحلقة كلها عجبتكم، وان شاء الله نتقابل مرة جاية مع السيفل لير، وهتبقى حلقة جميلة جدا وممتعة برضو ان شاء الله. ويعني نمشي كده شوية، هناخد كويتشن وهناخد لاب، والدنيا هتبقى جميلة قوي. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.